الرحمن الرحيم، مستمرين وياكم في سلسلة شروحات منهج مادة الـ CCNA ضمن المبادرة التي أطلقتها أكاديمية الشبكات سيسكو العالمية من خلال أكاديمية الشبكات سيسكو العالمية في جامعة صلاح الدين، وهذه تعتبر من المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها أكاديمية الشبكات سيسكو العالمية من أجل دعم المؤسسات التعليمية، وكذلك منح المتدربين شهادة ممكن أن تنفعهم في سوق العمل، خصوصا ونحن الآن في مرحلة أو نقدر نقول ضمن مراحل التحول الرقمي الذي يشهده العالم. وصلنا إلى الموديول 9 اللي متمثل بالأدريس ريزوليوشن. الأدريس ريزوليوشن تحدثنا في المحاضرة السابقة عن النيتورك لاير، واضح؟ راح نجي نشوف شنو الأوبجيكتيفز اللي ممكن أن نحققها ضمن هذا الموديل. مثل ما تلاحظون هنا توضيح in this module، اوكي، كذلك objectives عندي الموديل objectives كموديل تايتل هو الادريس ريزوليوشن، كتايتل لهذا الموديل او لهذا الشابتر هو شنو او لهذه الوحده هي الادريس ريزوليوشن، وراح نجي نتعرف عن الادريس ريزوليوشن كيعني تفصيل. كذلك كأوبجيكتيفز اكسبلين، كأوبجيكتيفز هو اكسبلين هاو اي ار بي بروتوكول. تعرفون الاي ار بي بروتوكول هو بروتوكول من بروتوكولات اللاير 2، بروتوكول من بروتوكولات اللاير 2، كيف انه هذا البروتوكول اند ان دي enable communication on a network، كيف انه يفعلوا لي الكوميونيكيشن على الشبكة. كذلك انه احنا راح نتعرف عن هذه التوبكس اللي هي الماك اند اي بي والاي ار بي كبروتوكول والنايبا ديسكفري، وكذلك الان دي اللي هو بروتوكول. كذلك راح نتعرف على هذه الايش، على هذه الثري كونسبت خلال هذا الموديل. بالنسبه للماك اند اي بي، كومبير ذا rules of the MAC address and the IP address، كيف انه احنا نقدر نقارن الرولز اللي يستخدمها كل من الماك ادريس والاي بي ادريس، وكذلك الاي ار بي، ديسكرايب ذا بيربوس اوف ذا اي ار بي، كيف انه احنا الغرض من استخدام الاي ار بي بروتوكول، وكذلك النايبا ديسكفري، كيف انه ديسكرايب ذا اوبريشن اوف اي بي في 6 نايبا ديسكفري. اذا هذا التشابترز او هذا الشابتر او الموديل راح يغطي لي هذه المين توبكس، واضح؟ اوكي، مثل ما تلاحظون نجي على السكشن 1 او المفهوم الاول اللي متمثل بالماك اند اي بي بروتوكول. هنا ضمن الماك اند اي بي عندنا الديستنيشن اون سيم نتورك. مثل ما تعرفون انه احنا كشبكه الكوميونيكيشن اما يتم بين تو ديفايسز على سيم نتورك، اما يتم بين جهازين على شبكه واحده، او يتم بين جهازين على شبكات مختلفه، واضح؟ وكل من هذه التو كوميونيكيشنز لها سياسه وكذلك لها ميكانيزم خاصه بها، راح نجي نتعرف عليها. الأولى الدستنيشن on the same network، عندما يكون الدستنيشن أو الداتا تذهب إلى جهاز موجود على نفس الشبكة. راح نجي نتعرف من اللي راح يكون شنو، اللي راح يكون قائد أو خلينا نقول مسيطر ضمن هذه إيش، ضمن هذه الميكانيزم، أو نقدر نقول عليها الدستنيشن on same network. There are two primary addresses assigned to a device on Ethernet line أو الإيثرنت، العفو الإيثرنت لان. يقول لي عندي two primary addresses، عندي عنوانين رئيسيين، عنوانين رئيسيين هم يعني مسيطرين على شنو أو يتم إعدادها أو إضافتها إلى الجهاز على الإيثرنت لان، على الإيثرنت لان. شنو هذه الأشتين، شنو هذه two primary addresses؟ اللاير 2 فيزيكال ادريسز، اللي هو اللاير 2 فيزيكال ادريسز اللي يمثل الماك ادريس،
او الهاردوير ادريس او الفيزيكال ادريس. واضح؟ هذه كلها ايش؟ سيم يعني نيم. يوزد فور ان اي سي، يستخدم للان اي سي، النيتورك انترفيس كنترولر او النيتورك انترفيس كارد. تو ان اي سي كوميونيكيشن اون ذا سيم ايثرنت نيتورك. اذا هذا يستخدم فور ان اي سي تو ان اي سي، يعني من نيتورك انترنت نيتورك انترفيس كارد الى نيتورك انترفيس كارد، يعني من لان الى لان ضمن الشبكه. الكوميونيكيشنز يامن لي اياهم على السيم ايثرنت نيتورك. اما اللاير 3 لوجيكال ادريسز او الادريس اللي متمثل بالاي بي ادريس او اللوجيكال ادريس، او نقدر نقول عليه اللاير 3 ادريس، هذا used to send the packet from the source to from the source device to the destination device. اذا نقدر نقول احنا المسؤول عن عمليات الكوميونيكيشن between two devices على same network، يعني لو تمت، لو كان الديستنيشن عندي on same network، بهذه الحالة راح يكون المسؤول عن هذه العملية هو الماك ادريس. اما اذا كان الديستنيشن على different network راح نجي نشوف، اكيد راح يكون المسؤول عنها شنو، المسؤول عنها عن هذه الكوميونيكيشن هو ايش؟ هو الاي بي ادريس. هنا يجي يعرف لي اللاير 2 ادريسز، عناوين اللاير 2 اللي هي متمثله بالماك ار يوز تو ديليفر فريمز. اذا هي تستخدم لديليفر، لارسال نقدر نقول عليها الفريمز اللي هي الباكيتس، بعد ما نضيف لها الهدا الخاص بالديتا لينك لاير تسمى فريم. وهذا الهدا مال الديتا لينك لاير يحتوي على السورس والديستنيشن ماك ادريس. اذا are used to deliver، اذا layer 2 devices او layer 2 موجوده ضمن ال NIC، ضمن الجهاز اللي يقوم بعمليات الانكابسوليشن، هذه مسؤوله عن شنو؟ deliver frames، عمليات deliver للفريمز from one NIC to another NIC on the same network، on the same network. اذا هذه ملاحظه مهمه، انه انا لو من اريد اعمل communication between two devices والdestination devices on same network، بهاي الحالة المسؤول عن عمليات الcommunication هو layer 2، يعني الماك address. واضح؟ المسؤول هو الماك address. بينما لو ايش راح نجي نشوف if a destination IP address، بينما لو كان destination IP address is on the same network، كذلك على نفس الـ 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 الشبكة. واضح؟ The destination MAC address، she said with destination MAC address will be that of the destination device. راح من اللي يكون هو شنو؟ من اللي راح يعني يتولى المهمة، أو يعني يكون هو الموجه، راح يكون هنا عندي الماك ادريس. لذلك يقول if a destination address او a destination IP address is on the same network. واضح؟ بهاي الحاله the destination MAC address will be that of the شنو؟ of the destination device. واضح؟ مثل ما تلاحظون هنا ايضا من هذه التوبولوجي، عندنا البي سي 1 تريد تتصل بالبي سي 2 على نفس الشبكة، نفس الشبكة مثل ما تلاحظون بيناتهم سويتش، والاش الشبكة اللي موجودة هنا عندي 192 168 10 10، هنا هذه هي الشبكة 10 0، البريفكس مالتها 24، هذه 10 11 بالنسبة للاي بي. تلاحظون عمليات الكوميونيكيشن تمت من خلال شنو؟ هذا الماك بالنسبة لهذا البي سي 1، وهذا الماك بالنسبة للبي سي 2. واضح؟ هذا الماك بالنسبة للبي سي 2، تمت يعني العملية من؟ المهم انه العملية تمت بين البي سي 1 والبي سي 2، تمت من خلال الماك ادريس. هذا هو اللي لازم احنا نفتهمه اذا كان الديستنيشن على السيم نيتورك. ومثل ما تلاحظون هنا عند الماك تيبل، الديستنيشن ماك هو هذا، والسورس ماك هو هذا، هذا هو السورس. واضح؟ هذا هو السورس، وهذا هو الديستنيشن. واضح؟ هذا هو الديستنيشن. وتلاحظون هذا الاي بي، هذا الاي بي كسورس. واضح؟ هذا الاي بي العفو كسورس.
وهذا الاي بي كي ديستنيشن، هذا هو الاي بي كي ديستنيشن، واضح؟ هذا هو الاي بي كي ديستنيشن. اذا هذا هو مفهوم الديستنيشن اون سيم نتورك ضمن الماك اند اي بي بروتوكول. اما في حاله كان عندي الديستنيشن اون ريموت نتورك، بحاله انه كان عندي الديستنيشن على الريموت نتورك، كيف انه على الريموت نتورك؟ مثل ما تلاحظون عندي هذا البي سي 1 يريد يتصل بالبي سي 2، باعه يريد يتصل بالبي سي 2، لكن البي سي 2 هو مو يعني ما مرتبط بالسويتش. لو كان مرتبط هناي ضمن هذه النتورك، بهاي الحاله نقدر نستخدم شنو؟ نستخدم المفهوم السابق اللي تحدثنا عنه، واضح؟ اما الان ايش؟ الجهاز البي سي 1 الديستنيشن مالته موجود على شبكه مختلفه، هذه شبكه 172 168 10 0 وهذه الشبكه 10 1 1 0. بهاي الحاله انه شنو كيف تتم عمليه الكوميونيكيشن؟ مثل ما تلاحظون هنا ك يعني خلينا نقول توبولوجي امامكم، تلاحظون ان البي سي 1 هذا هو السورس مالته وهذا هو الديستنيشن، باعوا السورس والديستنيشن. احنا عندنا فقط الاي بي ادريس، يعني لا يمكن ان يتغير كسورس وديستنيشن اثناء عمليه شنو؟ اثناء عمليات المرور وصولا الى الديستنيشن، لا يمكن ان يتغير مرور من خلال ايش؟ مرورا من خلال الانترميديالي ديفايسز، لا يمكن ان ايش؟ لا يمكن ان يتغير. بينما الماك ادريس لا، يسموه نيكست هوب. كيف انه نيكست هوب؟ يعني هو يكون سورس كديفايس، والجهاز الاخر الان اي سي الاخرى تكون هي ديستنيشن. لما يصل الجهاز اللي هو كان ديستنيشن، يكون هذا الجهاز اللي كان ديستنيشن هو سورس، والجهاز اللي بعده يكون هو شنو؟ كديستنيشن. فاذا تلاحظون هنا هذا هو البي سي كسورس، هنا هذا هو شنو؟ كديستنيشن، واضح؟ وصلت الباكيت هنا، اصبح هذا سورس وهذا شنو؟ كذلك العفو، اصبح هذا وصل هذا كديستنيشن، هنا هذا سورس وهذا هو ديستنيشن، وصلت هذا سورس وهذا هو شنو؟ هذا هو ديستنيشن. إذن الماك أدريس هو يتغير بين هوب وهوب، واضح؟ لذلك هنا يقول لي when the destination IP address is on a remote network، على الفوريان نتورك، ال destination MAC address is that of the default gateway. إذن ال destination MAC address راح تكون شنو؟ ال destination MAC address راح تكون هي مال ال default gateway. ليش ال default gateway؟ لأن الباكيت راح تمر من خلال الراوتر، والراوتر هنا اللي مرتبطة بـ كإيثر، إيش الراوتر اللي مرتبطة به؟ هي RG45، يعني كبورت إيثر. فبهاي الحالة الديستنيشن راح يكون شنو؟ بهاي الحالة راح الديستنيشن راح يكون هو الديفولت جيتوي، الماك مال الديفولت جيتوي KNIC، واضح؟ هنا لذلك يقول لي الـ ARP is used by the IPv4 to associate the IPv4 address of a device with the MAC address of the device NIC. يعني هي شو تسوي؟ يعني تهيئ هذا الاي بي وهذا الماك ادريس مالته، واضح؟ هذا الاي بي حتى تتم عمليات الانكابسوليشن بصوره صحيحه. اذا يستخدم شنو؟ used by the IPv4 طبعا لربط، واضح؟ الاي بي في 4 ادريس of a device، يعني هذا الجهاز الـ IP address يربطه with شنو؟ with MAC address of the device NIC، ويا الـ MAC address اللي موجود ضمن الـ NIC مالته. إذن هذا أول استخدام المن، هذا أول يعني توضيح لمفهوم الـ ARP protocol اللي كذلك راح نتحدث عنه في ضمن هذه المحاضرة. بينما إذا تلاحظون هنا يقول لي الـ destination MAC address is that of the default gateway. الـ default gateway، بينما اللي قبله الـ destination شنو كان address؟ اللي قبله إذا تلاحظون اللي قبله هنا نجي العفو، يقول لي if the destination IP address، إذا كان الجهاز كـ destination هو موجود على same network، باعوا same network، هذه هي الشبكة بالنسبة هذا الجهاز، هذا الجهاز الشبكة، هذا الاي بي وهذا الاي بي على نفس الشبكة. إذا كان on the same network، شنو يعني موقف
الماك ادريس هنا الديستنيشن ماك ادريس will be that of the destination device. نفس هذا الماك ادريس يعني هذا راح يصير سورس وهذا راح يصير ديستنيشن مباشرة، يعني راح الباكيت مباشرة توصل. بينما على الريموت لا، راح يكون الماك ادريس هو شنو؟ الماك ادريس الخاص بالديفولت جيت واي هو الديستنيشن، واضح؟ ولما راح تصل الباكيت هناي، لما راح تصل الباكيت هناي راح هذا يصير سورس وهذا ديستنيشن، وكذلك الحال بالنسبة لي النكست هوب، واضح؟ اما بالنسبه للاي سي ام بي في 6 كبروتوكول انترنت كنترول مسج بروتوكول از يوزد باي اي بي في 6 هنا، هذا البروتوكول هذا يستخدم بواسطه الاي بي في 6 لاسوشيت شنو الاي بي في 6 ادريس اوف ذا اوف ا ديفايس وذ ا ماك ادريس اوف ذا ديفايس ان اي سي. اذا الاي سي ام بي في 6 هي اللي حلت محل بالنسبه للاي بي في 6، هي حلت محل الـ ARP بالنسبة للـ IPv شنو؟ بالـ IPv4، واضح؟ إذن كذلك هذا مفهوم لازم تفهمه وضروري أن إيش أن تطلعون عليه. مثل ما تلاحظون هنا موجود عندي Packet Tracer، ممكن أنه تطلعون على هذا اللاب على الـ Packet Tracer يعني Simulation، تلاحظون in this Packet Tracer راح تلقون you will complete the following objectives. راح أنت تتعرف على هذه أو تكمل هذه الأهداف. Gather PDU، كيف أنه تجمع الـ Packet Data Unit Information for Local Network Communication، وكذلك Gather PDU Information for Remote Network Communication، يعني جمع البيانات الخاصة باللوكال والريموت Communication. وصلنا للسكشن 2 اللي هو متمثل بالاي ار بي بروتوكول. مثل ما تعرفون الاي ار بي بروتوكول هو من البروتوكولات اللي تتعامل نقدر نقول عليها اللاير 2، وكذلك هي المسؤوله عن الاسوشيت او نقدر نقول عليه الديفايس اللي موجود عندي، الديفايس اللي يربط هذا الاي بي مالته، هذا الديفايس اللي يربط الاي بي مالته بالماك ادريس هو الاي ار بي بروتوكول بالنسبه للاي بي في 4، واضح؟ بالنسبه للاي بي في 4. اذا نجي نشوف هذا الاي ار بي كنظره عامه لهذا البروتوكول. مثل ما تلاحظون هنا الاي ار بي كاوفر فيو، كيف انه يعني كنظره عامه عن هذا البروتوكول. تلاحظون يقول هنا بالنسبه لهذه التوبولوجي، عندي هذه التوبولوجي وهذه التوبولوجي، تلاحظون انه كل الديفايسز اللي موجوده هي على السيم نتورك، نفس الشبكه، باعوا نفس الشبكه. هنا يقول لي ديفايس يوزز اي ار بي تو ديتيرم ذا ديستنيشن ماك ادريس. اذا كذلك من استخدامات الاي ار بي هو تحديد الديستنيشن ماك ادريس اوف ا لوكال ديفايس وين ات شنو knows its IP شنو V4 address. إذن هو مهمته كذلك أن يحدد لي destination MAC address، لأن الباكيت راح تتوجه مباشرة على destination MAC، واضح؟ يعني ما راح تعتمد على IP. لذلك ARP provides two basic functions، يعني ARP كبروتوكول يوفر لي مهمتين أو وظيفتين أساسية، وظيفتين أساسية لازم هذه تفهموها، اللي هو شنو؟ resolving أو resolving إعادة حل الـ IPv4 address to MAC address. resolving يعني إعادة حل هذه الـ IP address بحالة أنه خلينا نقول ما موجود الـ MAC address، لازم هو اللي يحل هذه resolving خلينا نقول يحل هذه المشكلة، هذا الـ IP address يقابل هذا الـ MAC address. تعرفون كل NIC، كل NIC تحتوي على MAC address، وكذلك راح يكون لها assign للـ IP address. فهذا الـ IP address أو الـ MAC address اللي قابله، منو اللي يقوم بحل هذه المشكلة؟ واضح؟ هذا الـ IP هذا الـ MAC حتى تكون على الـ Routing Table، واضح؟ المسؤول عن هذه الإيش، عن هذه العملية هو الـ ARP Protocol. كذلك الـ Maintaining يعني حافظ لي على الـ ARP table of IPv4 الـ IPv4 to MAC address mapping، يعني الخارطة اللي هي هذا الـ IP قابل هذا الـ MAC،
او ما له هذا الماك يعني اللي ضمن ال ان اي سي. اذا هذه كنظره بالنسبه لهذا الايش لهذا البروتوكول. اذا تلاحظون هنا يقول لي اي نيد تو سند انفورميشن، هذا الجهاز يريد يرسل معلومات الى هذا الجهاز، الى هذا الجهاز، واضح؟ راح نجي هذا الجهاز يريد يرسل معلومات لمن؟ الى هذا الجهاز، اوكي، الى هذا الجهاز. But only have the IP address، لكن فقط هو يمتلك الـ IP address. ولما ايش يشيك الـ IP address بالنسبه لهذا الجهاز، لهذا الجهاز راح يلقاه on same network، على نفس الشبكه راح يكونون. يقول لي هنا من المسؤول؟ من اللي يقوم بعمليه شنو؟ من اللي يكون مسؤول عن معرفه الماك؟ منو؟ اللي هو الـ ARP protocol. لذلك يقول لي But I only have the IP address, I don't know the MAC address of the device that has that IP. هو ما يعرف الماك ادريس بالنسبة للجهاز الذي يمتلك هذا الIP، لأن احنا قلنا بالبداية هو فقط يمتلك الIP للدستنيشن. من اللي يقوم بحل هذه المشكلة؟ اللي يقوم بحلها هذا منه الـ ARP protocol، اللي هي قلنا احنا ضمن اللي هي تعتبر الوظيفة الأولى من الوظائف الأساسية اللي يقدمها. هنا يتلاحظون يشرح لي الميديا هي add على ك to each IP address as known، واضح؟ هذه كمفهوم أو نظرة عامة عن هذا البروتوكول. كذلك وظائف الـ ARP، شنو الوظائف اللي يقوم بها هذا البروتوكول؟ to send a frame، حتى يرسل فريم. منين يرسل فريم؟ هذا كوظيفة. A device will search its ARP table for a destination IPv4 address and corresponding MAC addresses. ايش راح يسوي؟ حتى يرسل فريم، حتى يرسل يعني داتا او باكيت، نقدر نقول عليها الفريم هي الباكيت بعد ما يضاف لها الداتا لينك هيدر، يعني السورس والديستنيشن MAC. حتى يرسل هذه الفريم، حتى يرسل لها، الجهاز راح يبحث بالاي ار بي تيبلز مالته، الحاسوب يبحث بالاي ار بي تيبلز مالته، وراح نعلمكم كيف ان تسوون ديسبلاي لهذه التيبل، لهذا التيبل او لهذه التيبلز المقصود بها الماك تيبل والراوتينج تيبل والاي ار بي تيبلز على اجهزتنا او حاسيبنا المتصله بالانترنت. هنا ايش يسوي؟ الجهاز راح يبحث بالاي ار بي تيبل فور ا ديستنيشن اي بي ادريس. شنو هذا الماك؟ شيء قابله، شيء قابله اي بي، شيء قابله اي بي. وبعدها شيء يسوي تطابق للماك ادريسز، يسوي تطابق بناء على الديتيلز اللي راح يعني يحصلها، واضح؟ اف ا باكيت، هنا يجي ايش يخلي اقتراحات وحلول، يعني بحاله انه هو بحث وراح يجي يقول لي شنو اللي ممكن ان يتعرض لها، ايش تتعرض لها الديفايسز بعمليات شنو، بعمليات الايش المطابقه. هنا يقول لي if the packets destination IP address، اذا كان الباكيتس the destination IP address is on the same network، على نفس الشبكه، واضح؟ يعني الديستنيشن اللي اريد ارسل له البيانات المستلم هو على نفس الشبكه، واضح؟ بهاي الحاله شنو؟ بهاي الحاله الديفايس ويل سيرش ذا اي ار بي تيبل فور ذا ديستنيشن اي بي في 4 ادريس. راح شو يسوي الديفايس؟ راح يبحث عن يبحث ذا اي ار بي تيبل، ضمن الاي ار بي تيبل، عن الديستنيشن اي بي ادريس. شوف ضمن الاي ار بي تيبل شنو هذا الاش الديستنيشن اي بي ادريس؟ شو الديستنيشن اي بي ادريس؟ هذا بحاله شنو؟ بحاله كانوا على سيم نتورك الديستنيشن، واضح؟ هاي ملاحظه مهمه، كانت على سيم نتورك. اما اذا الديستنيشن اي بي ادريس از اون ا ديفرنت نتورك، كان على ديفرنت نتورك، بهاي الحاله ايش راح يسوي؟ قلنا الحاله الاولى الديفايس راح يبحث عن الديستنيشن اي بي ادريس، واضح؟ مالته ويتاكد منه. اما اذا كان على ديفرنت نتورك، الديفايس ويل سيرش، الجهاز راح يبحث
عن ايش؟ search the ARP table for IP address of the default gateway. راح شو يسوي اذا ال destination يعني الجهاز اللي اريد ارسل له البيانات هو موجود على شنو؟ موجود على different network، على شبكة مختلفة. الجهاز راح يبحث بال ARP table عن شنو؟ عن ال IP address الخاص بال gateway، بال default gateway. ليش؟ حتى يرسل ايش؟ حتى يرسل الباكت الى الجيتوي، حتى يرسل الباكت للجيتوي، وبعدها انه شنو؟ وبعدها انه هي تتمرر وصولا من خلال الانترميديري ديفايس وصولا للديستنيشن. اما اذا الديفايس لوكيتس، if the device locates the IP address its corresponding، يعني locates شنو؟ يعني خلينا نقول يعني خلي نقول انه بحالة locates وجده لل IP address. If the device locates the IP address its corresponding MAC address، يجي يطابق لي الماك address، is used as the destination MAC address in the frame. If the device locates the IP address، هو راح يطابق لي الماك address، its corresponding MAC address is used، هي تستخدم ك destination MAC address in the frame. واضح؟ راح تستخدم ك destination بالفريم. If there is no ARP table entry is found، بحالة إنه ما موجود أنا عندي أصلاً ARP، لأن أنا راح أستخدم هذا table سواء كان على same أو different. وهنا يجي يقول لي بحالة locates IP وبحالة شنو أني no ARP table، خلينا نقول is found، then the device send ARP request، عندها ترسل ARP request. يعني بحالة إنه ما موجود عندي ARP table أضطر إنه يبعث request. واضح؟ حتى يحل هذه المشكلة. من إذن هذه المفاهيم أو النقاط اللي تحدثنا عنها هي كلها تعتبر وظائف للـ ARP protocol. واضح؟ هنا عندي فيديو ممكن أن تطلعون عليه طلاب. This video will cover ARP request for a MAC address. يعني ممكن راح تتعرف عن الريكوست اللي راح يرسلها بحالة عدم وجود إيش ARP table. واضح؟ كذلك عندي هذا يمثل هذه كريكوست ARP request هذا الفيديو. كذلك عندي فيديو آخر ممكن تطلعون عليه ضمن هذا الموجل اللي هو الـ ARP operation أو الـ ARP reply. هنا كذلك إنه هذا الفيديو راح يغطي لك الـ ARP reply، الـ ARP reply in response to an ARP request، الاستجابة وكذلك الشنو وكذلك الطلب. كذلك يوجد فيديو ثالث يحتوي على الرول ان ريموت كوميونيكيشن بالنسبة لل ARP. This video will cover how ARP request will provide a host the MAC address of the default gateway. كيف انه يقدر ال ARP request توفر لي الماك ادريس للهوست. واضح؟ الماك ادريس للهوست of the default gateway. وصلنا لي ايش؟ لي removing entries from an ARP table. كيف انه انا احذف الانتريز اللي موجودة عندي. واضح؟ او الايتمز اللي موجودة عندي من الـ ARP table. هنا هذا كموضوع الـ entries in the ARP table بالنسبة كـ entries are not permanent، يعني هي ليست دائمية، هي ليست شنو؟ ليست دائمية. permanent يعني ليست دائمية. and are removed، وهي تحذف عندما الـ ARP cache timer expires، يعني اكو expires لكل ايش؟ لكل item موجود ضمن هذا الـ ARP table. بحالة انه يعني وصلنا للـ expire time، بهاي الحالة شنو؟ راح او الى الاكسباير راح
يتم ازاله هذا الايتم ضمن الاي ار بي تيبل او الانتريز او الانتري. واضح؟ لذلك يقول لي when ARP cache timer expires after a specified period of time. بعد إيش؟ بعد فترة محددة من الوقت. The duration يعني المدة of ARP cache timer كوقت. شنو المدة؟ ما هي المدة؟ هذه differs تكون مختلفة. فمدة تكون مختلفة أكيد. depending on بالاعتماد على شنو؟ على الاوبريتنج سيستم. اذا الاوبريتنج سيستم هو اللي يحدد الوقت لبقاء او لعمر الانتريز ضمن الاي ار بي تيبل. واضح؟ الاي ار بي تيبل انتريز كان also be removed manually by the administrator. كذلك الادمنستريتر يقدر manually يعني باستخدام الكومنت من ازاله هذه الانتريز المحتويات بالنسبة للـ ARP table. مثل ما تلاحظون هنا عندنا أربعة حواسيب أو ثلاث حواسيب العفو ومرتبطات من خلال switch. كل هذه الثلاث حواسيب هي يعني على شبكة واحدة، تكون على شبكة واحدة. إذا تلاحظون هنا عند الحاسوب A if will remove this ARP entry if I have not used in it is 2 minutes. هذا راح يحذف مالت الانتريز اذا ما استخدم كل 2 دقيقة. هنا يقول لي الميديا change this text box to الميديا يقول I will remove the ARP entry between 15 and 45 seconds if I have not used بحالة انه انا ما استخدمتها. واضح؟ كذلك هنا عندي يقول لي الميديا تشينج انترفيس ليبل تشينج من فروم هنا. اوكي، كتغيير العفو هنا توضيح الكميديا وك هذه كانترفيس. كذلك من الجيجا 00 الى جيجا 000 كجيجا بت ايثرنت. هنا بحاله هذا بهاي الحاله انه كل 2 مينتس يتم ازاله شنو؟ ازاله الانتيتي او نقدر نقول عليها. فاذا تلاحظون هنا البي سي ايز اي ار بي كاش الكاش مالته، الاي بي مالته هنا هذا كالعفو الاي بي الخاص بالجيت واي والماك ادريس. واضح؟ والماك ادريس هنا يقول لي نوت الماك ادريس ار شنو؟ shortened for demonstration purpose. إذن هو شنو؟ جرد لي لغرض الشرح. لذلك يقول لي هنا باعوا يقول لي إنه هذه تعتبر entity. واضح؟ لذلك يقول لي the entries in ARP table are not permanent. هي ليست دائمية وممكن أن تزال عندما إيش؟ عندما يعني يكمل عندي أو يخلص عندي أو يبلغ الإكسباير مالته. واضح؟ هذا الانتيتي راح ممكن أن أوتوماتيكلي ريموفد فروم شنو ARP table. تلاحظون هنا عندي ضمن الـ ARP عندي الـ ARP tables on networking devices على أجهزة networking أو على أجهزة الشبكات. التيبلز الـ ARP tables كيف أنه ممكن أن نطلع عليه؟ عندنا two commands. two شنو؟ commands show IP ARP show IP ARP. هذه الكوماندز هذه هذا الأمر أو هذه الكوماندز تعرض لي الـ ARP table على أجهزة سيسكو اللي هي راوتر، بينما هذه الكوماند ARP-A تعرض لي الـ ARP table على الويندوز 10 PC. مثل ما تلاحظون هنا يعني سويت ضمن الـ privilege mode كتبت show IP ARP عرض لي شنو؟ عرض لي الـ ARP table. واضح؟ ومثل ما تلاحظون هنا يحتوي على الـ protocol Ethernet، الـ address كـ IP، الـ age العمر، والـ hardware address كـ
كماك ادريس، والتايب النوعيه اي ار بي، والانترفيس هنا جيجا بت ايثر نت 0 0 0. كذلك الحال بالنسبه للاي ار بي تيبل الخاص بالبي سي، راح نقدر ايش؟ نقدر نجي هنا ننفذ هذه الخطوه سي ام دي. تلاحظون هنا ايش اكتب؟ هنا اي ار بي باعوا اي ار بي ماينس اي، اي ار بي ماينس اي. تلاحظون عرض لي شنو؟ عرض لي الماك تيبل او الاي ار بي تيبل العفو على هذا الجهاز. تلاحظون الانترنت ادريس والفيزيكال والتايب. واضح طلاب؟ اذا هذه التو كوماندز ممكن ان تستعينون بها كذلك في الترابل شوتنج تفيدكم، او معرفه تفاصيل اكثر حول الاي ار بي تيبل. ضمن اكو مسائل بالاي ار بي، يعني ذلك الاي ار بي شكل لي خطوره بالنسبه للسكيورتي، راح نجي نعرف هذه الاشيوز بالتفصيل. الاي ار بي يسوي برودكاستنج اند اي ار بي سبوفينج. البرودكاستنج تعرفون انه هو راح يسوي برودكاستنج من اجل معرفه الماك ادريس، فهذا البرودكاستنج ممكن ان يتسبب لي بمشكله بحاله انه حدث عندي شنو؟ سبوفينج، او يحدث عندي سنايفر. واضح؟ هنا يقول لي الاي ار بي ريكويست، هذه الريكويست اللي ترسل وممكن ان كذلك تستهلك لي من اداء الديفايسز او كذلك الباندويث، هذه الريكويست ار ريسيفد، هي تستلم on the processed وتعالج بواسطة every device on the local network. إذن هذه الطلبات هي تستلم وتعالج بواسطة كل جهاز على local network. أما ال excessive ARP broadcasts أو broadcasts can cause some reduction in performance، ممكن أن تسبب لي تقليل أو إضعاف من أداء شنو؟ من أداء عموماً أداء الشبكة. كذلك الـ ARP replies can be spoofed، ممكن أن يحدث لها spoofed مثل ما تلاحظون هنا، change PCC إلى red PC as known، غيرنا كلون أحمر حتى يعني يكون معروف. هنا يسوى I will send ARP reply and شنو pretend to be the default gateway. هنا هذا هي المشكلة، حالة انه يعترضها احد ويعمل لها كابتشر للديتا، ممكن ان يسوي لها شنو تشينج كذلك لمسار هذه البيانات. اذا الـ ARP replies can be spoofed by a threat actor to perform ARP شنو attack، حتى يعني ينفذ لي هجوم من خلال الاي ار بي. واضح؟ الانتربرايز ليفل سويتشز، السويتشات اللي تكون ضمن الانتربرايز هذه انكلود، تتضمن ميتيجيشن تكنولوجيز. هذا الميتيجيشن تكنولوجيز تستخدم بالحمايه ضد الاي ار بي اتاكس، الحمايه ضد شنو؟ ضد هجمات الاي ار بي، ضد السبوف. واضح؟ السبوفد. إذن هذا هو المقصود كذلك من شنو؟ من المسائل أو المسألة الأولى الخاصة بالاي ار بي برودكاستنج اند اي ار بي سبوفينج. كذلك عندي ضمن هذا السكشن عندي الباكيت رايسر اكزامن ذا ار بي تيبل، كذلك انه كيف انه انت تقدر تسوي اكزامن للاي ار بي تيبل، يعني فحص الـ ARP table، تتأكد تشوف هذا الـ ARP table. واضح؟ راح نجي نشوف examine ARP request in this packet tracer you will complete the following objectives، راح تكمل هذه الـ objectives أو الـ objectives التالية، الأهداف التالية. راح تفحص الـ ARP request، كذلك تفحص الـ switch mark address table، وكذلك examine the ARP process in remote communication، كذلك تفحص عملية الـ ARP
على الريموت كوميونيكيشن، على الاتصال اللي يكون on different network. واضح؟ اوكي، وصلنا للسكشن الثالث اللي متمثل بالكوبر كيبلينج، اللي هي خلينا نقول الكيبل النحاسي، او واضح الكيبل النحاسي. راح نجي نتعرف على هذا الكيبل النحاسي، وتلاحظون انه هنا يتحدث لي يعني اولا يتحدث لي عن الاي بي في 6 نايبا ديسكفري الان دي. واضح؟ واكو فيديو ممكن ان تشاهدوا، هذا الفيديو يوضح لي عمليه كيف انه الاي بي في 6 ينفذ لي الادريس ريزوليوشن، ينفذ لي الادريس ريزوليوشن باستخدام شنو؟ باستخدام الاي سي ام بي بروتوكول مو الاي ار بي. واضح؟ يبعث الاي ار بي نايبر سوليسيتيشن، يبعث هذه الرساله اند نايبر شنو ادفيرتايزمنت مسج. اذا يبعث لي تو مسج، النايبر ريزوليوشن واضح، والنايبر شنو ادفيرتايزمنت، وكذلك النايبر ادفيرتايزمنت. هذه تو مسج يبعثها، منو يبعثها؟ الاي سي ام بي في 6 اللي راح ينوب عن الاي ار بي بالاي بي في 6. واضح؟ هنا يجي يشرح تفاصيل اكثر حول هذا البروتوكول اللي هو الاي بي في 6 سنايبر ديسكفري مسج. واضح؟ رسائله، شنو هي الرسائل اللي راح ممكن ان يبعثها على الاي بي في 6. هنا يقول الاي بي في 6 نايبر ديسكفري، نايبر ديسكفري كان دي بروتوكول بروفايدز، شو يوفر لهذا الان دي بروتوكول او النايبر ديسكفري على الاي بي في 6؟ شو يوفر لي؟ اولا الادريس ريزوليوشن، الراوتر ديسكفري، ريدايركشن، ريدايركشن سيرفيسز اعاده توجيه الخدمات، والاي سي ام بي في 6 نايبر سوليسيتيشن كاول مسج، هذه سوليسيتيشن كاول مسج، اند نايبر ادفيرتايزمنت كان اي اللي هي المسج. هذه التو مسج اللي يوفرها الاي سي ام بي في 6 ار يوزد فور ا ديفايس تو ديفايس مسجنج ساتش از ادريس ريزوليوشن، يعني عمليات الاتصال ديفايس تو ديفايسز. من اللي شنو المسج اللي ترسل؟ الان اس، الان اس والان اي. واضح؟ كذلك ضمن الاي سي ام بي الاي سي ام تي بي في 6. واضح؟ عندي الراوتر سوليسيتيشن الار اس، راوتر سوليسيتيشن هنا عندي اي سي ام تي بي الراوتر سوليسيتيشن اند والراوتر ادفيرتايزمنت. اذا انا لازم افهم الاي سي ام بي في 6 والاي سي ام تي بي في 6. هذا يبعث تو مسج متمثله بالنايبر سواء كان للسوليسيتيشن او للادفيرتايزمنت. هذا يبعث لي two messages router solicitation أو router وكذلك advertisement. واضح؟ messages are used to شنو؟ هذه شرحناها for messaging between device and routers for router discovery، يعني من جهاز من الأجهزة and routers من أجل إيش؟ discovery للراوتر، يعني الأجهزة أني كيف أنه أقدر أكشف الراوترات اللي موجودة عندي على الشبكة. واضح؟ يعني الجمع معلومات أو كذلك ممكن الوصول إليها أو التعرف على التوبولوجي. من اللي راح يكون مسؤول عن هذا المسج؟ الـ ICMTP اللي هي الـ RS والـ RA. كذلك عندي الـ ICMPV6 Redirect المسج، يعيد إرسال الرسائل، are used by routers for better next hop selection، اللي يستخدم بواسطة الراوترات لأجل شنو البتر نيكست هوب، حتى يختار النيكست هوب سيلكشن، فهو لازم يسوي ريدايركت للمسج، إعادة توجيه للمسج لأن اختار البيست باث. واضح؟
مثل ما تلاحظون هنا عندي ضمن الاي بي في 6 نايبا ديسكفري، عندي الاي بي في 6 شنو؟ الاي بي في 6 نايبا ديسكفري كادريس ريزوليوشن، كادريس ريزوليوشن. راح نجي نتعرف عن الان دي من جهه هذه الخاصيه، واضح؟ من جهه الادريس ريزوليوشن. اوكي، مثل ما تلاحظون هنا عندي اني 2 بي سي على سيم نتورك الاي بي في 6، هذا جي يو اي جلوبال يونيكاست ادريس. هذا تلاحظون هنا البي سي 1 ارسل ان اس مسج. هذا الان اس مسج ايش تحمل؟ هاي هو ايفا هاز، من اللي هو يمتلك هذا الاي بي، هذا اللي يقصد به البي سي 2 اللي يمتلك هذا الاي بي، سند مي your MAC address، ارسل لي. يعني شو يرسل لي؟ سيل مسج يقول اللي عنده هذا الاي بي خلي يرسل لي الماك ادريس مالته. ايش راح يسوي البي سي 2؟ راح يستجيب برساله اسمها، هذه الرساله كانت اسمها شنو؟ الان اس. هذه الرساله الان اي، هذه راح يقول له هاي، راح يجاوبك هنا يعني مثل كانما يعني محادثه او محاوره بين البي سي 1 والبي سي 2 من اجل السهوله. راح يقول له هاي هذا الاي بي كاي بي، يعني انت كحاسوب على هذا الاي بي، اي ام بالنسبه اني كاي بي ادريس اند ماي ماك ادريس. هذا ويخلي الماك ادريس، يقول له اني اللي الاي بي ادريس مالتي اللي دزيت لي ريكويست، اني الاي بي ادريس هذا مالتي هذا الماك ادريس اللي انت تريده. اذا الاي بي في 6 ديفايس، اجهزه الاي بي في 6، الاجهزه اللي مفعل عليها الاي بي في 6 تستخدم الـ ND to resolve the MAC address of a known IPv6 address. إذا يحلي كـ ND رسالة تحلي مشكلة الـ MAC address of a known IPv6 addresses. وكذلك الـ ICMPv6 Sniper Solicitation KNS، هذه المسج are sent باستخدام Special Ethernet and IPv6 multicast addresses. إذن هو شو يسوي؟ يرسل بواسطة special ethernet، ethernet خاص، وال IPv6 multicast addresses. المالتيكاست تعرفون بالنسبة لل IPv6 يحتوي unicast و multicast و anycast، ماكو شيء اسمه broadcast. إذن هذا هو مفهوم ال address resolution، يتعرف عن الماك address ل ال destination device اللي يريد يسويه communicate. واضح؟ وصلنا ل packet tracer. احنا ك packet tracer هنا، هذا packet tracer يشرح لي ال IPv6 sniper discovery. راح ضمن هذا ال packet tracer راح تكمل هذه ال objectives. ك part 1 راح تتعرف عن ال ND local على ال local network وال ND على ال remote network. واضح؟ هذا بالنسبة للباكت ريسر اللي موجود حاليا. وصلنا للسكشن 4 الخاص بالموجل براكتس اند كويز، يعني موجود أمور تطبيقية وكذلك كويز كاختبار. راح نجي نشوف ضمن هذا الموجل نتعرف عن هذه الأش عن هذه الأمور، سواء كانت براكتس كتطبيقية أو كويز كواجبات. هنا يقول لي what did I learn in this module، شنو اللي انت راح او تعرفته من هذا الموجل اللي هسه احنا درسناه، شنو اللي انت تعرفت عليه؟ يقول لي layer 2 physical addresses كأجهزة او layer 2 اللي هي الماك ادريس تستخدم لdeliver the data link frame with the encapsulated IP packet from one NIC to another NIC on the same network. استفادينا بأن إذا كان عند الديستنيشن على نفس الشبكة، على نفس الشبكة راح تتم عمليات الكوميونيكيت من خلال الـ NIC، يعني من خلال الماك. وكذلك استفدنا إذا الديستنيشن IP address هو على same network كـ IP address destination. واضح؟ الديستنيشن MAC address مالته منو راح يكون؟ will be that، شوف هنا إذا الديستنيشن هو على same network الماك ادريس مالته will be that the شنو will be that of the destination device، يعني
هو نفسه كانما انه ما راح يتغير عندي الماك ادريس عند السورس والديستنيشن. الماك ادريس اصبح لايك الاي بي ادريس، لان مباشره هو الهوب مالته هو الديستنيشن. بينما لو كان شنو، لو كان راح نجي نشوف لو كان على الديفرنت نتورك، لا راح يكون الماك ادريس للديفولت جيت واي. راح نجي هنا يقول لي when the destination IP address is on a remote network، على شبكة مختلفة ريموت، ال destination MAC address راح يكون المن للهوست ديفولت جيت واي، للديفولت جيت واي مال الهوست هذا الحاسوب. شنو الديفولت جيت واي مالته؟ الماك ادريس مال الديفولت جيت واي هو اللي راح يكون destination توجه الباكيت. لما اتصل هنا راح الراوتر هو اللي يكون السورس وذاك ال destination. هذا تحدثنا عنه. عندي الـ IPv4 devices أو device أجهزة الـ IPv4 تستخدم لي الـ ARP protocol من أجل تحديد الـ destination MAC address of a local device when it شنو known it is IPv6 address. كذلك الـ ARP يوفر لي two basic خلينا نقول functions اللي هي resolving IPv6 addressing، حل مشكلة IP address وما يقابله من MAC address، وكذلك الحفاظ على شنو table of IPv4 to MAC address mapping، يحفظنا على الخارطة IP ويقابله MAC مالته. After the ARP reply is received، يعني الريبلاي مال الARP عندما تستلم أو بعد ما تستلم، الـ device will add، الجهاز راح يسوي يضيف للـ IPv4 address and corresponding MAC address to its ARP table. الجهاز راح يضيف للـ IPv4 address وما يطابقه من MAC address ضمن الـ its ARP table، ضمن الـ ARP table مالته. For each device الـ ARP cache timer لكل جهاز، أكو عندي expire لهذه الانتيتيز اللي موجودة ضمن الـ ARP table، سواء الماك واضح كبيانات، أكو expire لما ينتهي الـ expire يتم إزالته. remove ARP entries that have not been used، طبعا بحالة أنه ما استخدمت ضمن مدة محددة من الوقت. بالنسبة للـ IPv6 does not، لا يستخدم الـ IPv6 الـ ARP protocol. ملاحظة مهمة، لا يستخدم الـ ARP protocol، وهذه تضاف إلى شنو؟ تضاف إلى خصائص الـ IPv6 أو اختلافه عن الـ IPv4. It used the ND protocol to resolve the MAC addresses. إذا لو سألنا شنو اللي يستخدمه بدل الـ ARP، يستخدم الـ ND كمسج أو بروتوكول من أجل أن يحل مشكلة الماك أو الـ destination، العفو من أجل حل مشكلة الماك addresses. الـ IPv6 device تستخدم الـ ICMPv6 Neighbor Discovery كان ND حتى تحدد للـ destination MAC address. للمن؟ للـ local device، للجهاز اللي موجود عندي على الشبكة. When it's known its IP address كV6، واضح؟ IPv6. إذن هذا هو اللي تعلمناه صراحة ضمن هذا الإش، يعني هذه المفاهيم كذلك النقاط اللي تعلمناها ضمن هذا الموجل. طلاب وصلنا إلى نهاية هذا الموجل، شكرا جزيلا لإصغائكم.